نروح بقى من اخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك ونجم الفريق الابيض التونسي فرجاني ساسي، واللي بيأجل فكره خوض تجربه الاحتراف، اعلن تمسكه بالبقاء في نادي الزمالك لرغبته في مواصلته لمسيرته الناجحه مع الفريق ومواصله حصد البطولات. وبتتجه النيه لتمديد عقد ساسي مع نادي الزمالك لموسمين، خصوصا طبعا ان عقده بينتهي بنهايه الموسم اللي جاي، نظرا لكونه من العناصر المتميزه واللي بيعتمد عليها الفريق بصوره اساسيه. وبينتظر ان يحسم مجلس اداره نادي الزمالك ملف التجديد وتمديد عقود اللعيبه المتبقي في عقودهم موسم واحد بس خلال الفتره اللي جايه. مجلس اداره نادي الزمالك كمان طلب من كارتيرون سرعه الانتهاء من تقريره الفني عن الفتره اللي جايه والفتره كمان اللي فاتت، خصوصا ان في بعض الامور اللي بيسعى نادي الزمالك دلوقتي ان هو يحسمها نهائيا، خصوصا طبعا ملف اللعيبه المعاره، عشان يكون في فرصه ان هم ياخدوا قرار باعاده بعضهم نهائيا لصفوف نادي الزمالك وعرض المجموعه الثانيه للبيع النهائي في ظل رغبه العديد من الأندية ان هم يحصلوا على خدمات بعض اللعيبة بصورة نهائية. هنختم بقى معاكم اخبارنا مع رزاق سيسي مهاجم نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري. حدد مسؤولين نادي الزمالك موقفهم النهائي من بيع الايفواري رزاق سيسي خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه، وبيتمسك مسؤولين نادي الزمالك بالحصول على 3 مليون يورو عشان يبيعوا رزاق سيسي في الميركاتو الصيفي اللي جاي. رفض الفرنسي باتريس كارتيرون عوده رزاق سيسي لصفوف نادي الزمالك في الموسم الجديد برغم مستوياته المميزه مع الاتحاد السكندري، وبيصر نادي الاتحاد السكندري على ضم رزاق سيسي من نادي الزمالك، لكن طلبات نادي الزمالك الماليه الكبيره اكيد ممكن تعرقل الصفقه. وطلعت يوسف مدرب نادي الاتحاد السكندري صرح في الفتره اللي فاتت ان هو عنده رغبه في استمرار رزاق سيسي مع الفريق في الموسم اللي جاي.